بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 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 ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون 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 لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون نعم انا دوري غدا وهو شيء نعم وهو وليهم بما كانوا يعملون 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 من